إن ثورة 26 من سبتمبر قد أعلنت مبادئها وأهدافها الستة صبيحة اليوم الأول للثورة. عبرت من خلال هذه المبادئ عن أنها ثورة تحررية وتقدمية تعمل على إقامة أوضاع تلغي الاستعباد والاستعمار والامتيازات والفوارق بين الطبقات، وتبني وطنا قوي يذود عن البلاد ويحمي مكاسب الثورة وأهدافها، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتعمل على النهوض بالشعب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما أنها تعمل أيضا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في إطار الوحدة العربية الشاملة، وتعبيرا وتأكيدا عن ذاتيتها العربية الأصيلة وارتباطها المصيري بالثورة العربية والنضال العربي. فقد أعلنت أيضا عن أنها تعمل على إنشاء مجتمع تسود علاقاته التكافؤ والمساواة والديمقراطية، تحقق فيه العدالة الاجتماعية، تسوده روح التعاون، يستمد القوة من روح الإسلام الحليف. كما أعلنت عن احترامها لميثاق الجامعة العربية وميثاق هيئة الأمم والمنظمات الدولية، وعن أنها ستعمل على الإسهام في إقرار السلام العالمي، وعن تمسكها بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وتدعيم التعايش السلمي بين الشعوب. والحق مشاهدي الكرام، لقد تحملت حركة 13 يونيو بعد أن ساءت الأوضاع ورأت أنها لم تتوفر للدولة الحديثة أدنى مواصفات الدولة بعد قيام الثورة القسط الشاق والهام، فقامت بتنفيذ قرارات الثورة ومبادئها، وأوجدت وأنشأت الأجهزة الحديثة والمؤسسات، ووضعت في ظل الثورة الكثير من النظم والقوانين واللوائح التي تنظم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتجعل منها دولة عصرية وحديثة تؤدي الخدمات المنوطة بها للشعب، مما أدى إلى تطوير الأوضاع الداخلية والخارجية لبلادنا وتغيير ملامح الواقع على نحو يجعل الفارق مدهشا ومذهلا. وهنا سنقدم للمشاهدين الأعزاء لقطات سريعة لمعالم التغيير التي جاءت بفضل حركة 13 يونيو التصحيحية في مختلف المجالات. قرر مجلس القيادة بمنح أوسمة مأربة تقديرية من الدرجة الثالثة للأخ أحمد قايد بركات المؤقتة وعبد العثمان سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، وذلك تكريما لهم على جهودهم وإخلاصهم وربهم اليمن أولا وأخيرا بالعالم الخارجي.